انا عندي استفسار. الدكتور يسمعك يا استاذ. تفضلي استاذ ساره، اهلا وسهلا. انا حساسه بشخصيتي وزي كذا، تعبت من شخصيه حساس. نعم. ايش سؤالك يا اختي؟ ايش سؤالك؟ يعني تعبت من شخصيتي، كيف اغيرها؟ شخصيتك حساسة، كيف تغيريها؟ ايه. جميل. عندك سؤال آخر سارة؟ لا. طيب شكراً، تسمعي الإجابة إن شاء الله. دكتور. جميل. السؤال هنا عندنا، أنا شخصيتي حساسة كيف أغيرها؟ السؤال بسيط جداً والإجابة أبسط من هذا السؤال. أين تقع حساسيتي؟ قبل أن نتجه الإجابة، هل تقع حساسيتي أنا من ماذا؟ هل حساسيتي نابعة من الخارج إلى الداخل أم من الداخل إلى الخارج؟ أغلب الناس يا منهل حساسيتهم نابعة من الداخل إلى الخارج. نعم، يعني أنا مثلا شفتك كتبت بالقلم، منهل ما يحترم كلامي، ليش كتب وأنا أتكلم؟ هل هذه جاءت من كتابتك ولا مني أنا؟ نقص ثقتي بنفسي، نقص ثقتي خلاني أشوف هالموقف بهالطريقة فجعلني أتحسس. لكن لو أنا ما بحساس مثلا، ماني ناقص ثقة مثلا، وعفوا ترى الشعور هذا ما جاي يعني، عشان لا تزعل، لا تخاف. تمام، شفتك تكتب تماما عادي، منهل ياخذ ملاحظات ويكتب. لنفرض اني مغرور لا قدر الله، والله منهل ما هو قادر يلحق على كلامي. اذا الموقف واحد، الحساس يشوف استنقاص، المغرور يشوف انه ما حد يلحق على كلامي، والانسان المتزن، وارجو ان اكون منهم باذن الله وانت كذلك والساده المشاهدين، يرى انه والله منهل ينظم اوراقه كمقدم للبرنامج. وهذا الذي اراه انا هنا. اذا احدد هل جاءت من الداخل الى الخارج ومن الخارج الى الداخل. يجب علينا دائما أن نفترض أن الداخل للخارج. يعني أن نفرض الآن منها مسكت القلم وأردت أن تفعل حركة لكي تستنقصني، يجب أن أقول السبب من داخلي مو من منهل، لأني لو قلت السبب من منهل لا أستطيع أن أغير في منهل، مو تحت سيطرتي، لكن أقدر أغير من نفسي أنا. صحيح. ألتفت، ما طالع فيك، أنشغل بحاجة ثانية، أتكلم، أطلع السادة المشاهدين، هكذا من الأمور. إذن دائما أول خطوة أن أجعل وأن أقول أن حساسيتي من الداخل، من الداخل مش من الخارج. والله من هالكتب، والله أخونا المصور، أخونا المخرج، المتصلين فيهم، المجتمع فيهم، من بقى إلا أنا؟ ما يصير. هذه أول خطوة أساسية. الخطوة الثانية بعد أن أصل هذا الشيء، أن أجعل كل شعور عندي مشروع، قاعدتنا المعروفة، تقريبا مشاعر إلى مشاعر. أي نعم، هذا الشعور عندي حساسية، ما المشروع المناسب لي إنه ما يؤثر علي وحتى أكسب منه نقاط؟ مثلا جاني شعور أنا إن منهل يكتب ما هو مهتم بكلامي، هذا شعور، كيف أقلبه المشروع؟ إني أركز على آدائي، منهل بيركز معي ويستمع لي أكثر. الله. المستمعين. إذا شعوري أقلبه إلى مشروع. يا بنتي يا سارة، إذن أول خطوة أقول لنفسي أن جميع مشاعري نابعة من وين؟ من الداخل. من الداخل. النقطة الثانية ما هي؟ أقلب المشاعر. أي شعور مشروع. إذن هنا لما أقلبه مشروع نقلت كل مشاعري إلى العقل. مشكلة الحساس هو في انفعالاته وعاطفته، مش في عقله، مش في تفكيره. تفكيره راقي وقوي، فأنا أنقله بمنطقة القوة، مثل لو فريق عنده ظهير أيسر ضعيف وظهير أيمن قوي وقاعد يهجم بالضمير الأيسر، ما يصير. إذن أهجم بالظهير الأيمن وقس عليه هذه الأمور. في الحياة مش اللي ينجح القوي، في الحياة اللي يفهم نقاط ضعفه ونقاط قوته. الله. هذا النجاح في الحياة تماما. تخيلوا عندك كل نقاط قوة ما أروعها، لكن كلنا فينا ضعف يزداد أو يقل. صحيح. تماما. بل بعضهم يستفيد من نقاط ضعفه ويجعلها نقطة مزح أو كذا بين أصحابه حتى لا ينتقده أحد فيها. لو أصلنا هاتين الخطتين لانطلقنا انطلاقا كبيرا. النقطة الثالثة، الإصرار على هذا الشيء. ليش؟ لنفرض الآن أنا والله جئت كل شيء من الداخل، جاني شعور بس منهل في كذا وكذا، هذا شيطان نفسي غير شيطان ذاك. شلون منهل في كذا وكذا؟ هذا يجعل أن شعوري يأتي من الخارج إلى الداخل، حتى لو تأكد منهل قصده أنا ما لي علاقة، لي علاقة من الداخل للخارج. يا أخي أنت استغبي نفسك. أنا ما استغبي نفسي، أنا أدير انفعالاتي، أدير حساسيتي أنا أيها الإنسان تماما. ثم أصر على إيش؟ كأن الآن صاحب المشكلة واحد ثاني يشاورني، وش أسوي؟ والله سوي كذا، وش أسوي؟ أسوي كذا، وش أسوي؟ أنا أعلمه وش أسوي في هذه الحياة. جميل دكتور.